دايما بتبهرني بهداياك يا سيدي. المعادن النفيسة والأحجار الكريمة اللي موجودة في العالم كله ما تكفينيش للتعبير عن مدى حبي وتقديري ليك يا نفرتاري. إيه ده؟ يحيى وبابا وماما راحوا فين؟ مش عارف، بس أكيد هنلاقيهم، خصوصاً إن النهاردة عيد القبط. عيد الإيه؟ عيد القبط، وده عيد عند ال... لا لا لا، استنى قبل ما تقول عيد إيه. هي مين دي اللي الملك واقف قدامها مبسوط قوي كده؟ يا سلام، أخيراً هرجع تاني أقوم بمهمتي. دي يا كنوز نفرتاري، أقرب زوجات الملك لقلبه، اسمها في لغتكم يعني المحبوبة اللي مفيش زيها. الملك بقى بيحبها وبيقدرها لدرجة إنها الوحيدة من زوجاته اللي بنالها تمثالين مقابلين لتماثيله الموجودة في المعبد، ده غير مقبرتها اللي جهزها تجهيز يليق بحبيبته. يا سلام، دي تنفع قصة فيلم رومانسي. فعلا، هي واحدة من أقدم قصص الحب في التاريخ. المهم دلوقتي يحيى وبابا وماما فين؟ تفتكروا بياخدوا العيد ده أجازة من الشغل؟ ناقص يا بابا تسأل عن المرتبات هنا كمان. بصوا بقى، أنا يمكن كنت خايفة في الأول ومستغربة، ويمكن لحد دلوقتي موضوع السفر عبر الزمن ده أنا مش فاهمة، بس خلاص إحنا هنا وده أمر واقع. وأنا بقى عندي فكرة. فكرة إيه يا ماما؟ فكرة لو عملناها في الزمن ده هندخل التاريخ.